إذا كانت الأقدار كلها مكتوبة وكذا، ففيما يعمل الإنسان إذا كان أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، وقد علم الله الصالح من الفاسد، فإذا أنا لما أتعب نفسي وأعمل؟ بالنسبة للعمل أنت لا تستطيع أيضا تركه، إذا كنت من أهل الجنة لن تترك عمل أهل الجنة، وإذا كنت من أهل، إذا كان الإنسان أعوذ بالله من أهل النار لن يترك عمل أهل النار، لا بد أن يقع فيه. فالله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا جواب نبوي إذن. إيه نعم، هذا جواب نبوي، وأيضا لا بد أن نفهمه على حقيقته. ليس معناه الإكراه فأنت لا تعلم بواطن الأمور ولست مكلفا بها، أنت مكلف بالظواهر فاجتهد وابذل، فهمت؟ فلذلك لا بد أن نقول إن الأسباب من الشرع وإن النتائج من القدر، فنحن مكلفون ببذل الأسباب ولسنا مكلفين بالوصول إلى النتائج. على المرء أن يسعى ويبذل جهده وليس عليه أن يسعفه الدهر. طيب، وهي هذه النقطة سنأتي لها أيضا، لها نقاش لك، تفضل. طيب، مسألة النتائج يعني. إيه نعم. لكن أعود إذن، مسألة أن الأقدار مقدرة والأمور مكتوبة، هل تعارض أن يعمل الإنسان ما هو مطلوب أبدا منه أن يعمل؟ أبدا، بل تزيده حرصا على العمل، من جهة أنه لا يدري ما كتب عليه، من جهة أنه لا يدري ما كتب عليه. طيب، وأن ميدان التسابق مفتوح. طيب، هناك إشكال آخر، وأنه حتى معايير الدنيا ليست هي معايير الآخرة، فيمكن أن يكون الإنسان في آخر قرن من قرون الأمة ويكون في الفوز محسوب مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين مرافقا لهم، ويمكن أن يكون الإنسان مستواه العلمي ضعيف جدا ويكون في أعلى درجات الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ويمكن أن يكون كذلك امرأة أو طفلا صغيرا أو ويكون في أعلى الدرجات وهكذا. فلذلك لا بد أن يدرك الإنسان أن التنافس قائم وأنها مسابقة عقدها الله بين عباده، والناس يتسابقون فيها ويجرون إلى الله سبحانه وتعالى، ومستوياتهم متباينة، هم درجات عند الله، وللآخرة أكبر درجاتهم وأكبر تفضيلا.